وقفت من هول بدور متى وجهك ما رأينا حقا يا وجه الطرور طلع البدر سيداتي أوانسي سادتي، أنا حثوكم اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف عن سيد البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعرض بهذه المناسبة بعض ما كتبوه المؤلفين الغربيين اللي امتازوا بالنزاهة والإخلاص واعترفوا بالسمو والعظمة لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. حل في كل البقاع وجب الشكر علينا ما دعا لله.